تعالى في تركيا يقعد زي القرد ولا يفتح بقه. واتحدى معارض عايش في تركيا يقدر يطلع في فيديو يناقش السياسات اللي بتحصل في تركيا او يعترض عليها. لا ده انت عندك معارضين في اوروبا لا بيشتموا الدوله الاوروبيه اللي هم عايشين فيها وبيدخلوا معاهم خصومات ويدخلوا معاهم محاكم ومفيش تأثر. لا انت كلاجئ مسلم في تركيا ودوله مسلمه ما بتقدرش تفتح بقك، ما بتقدرش تنتقد الحكومه، وبتقعد ما بتعملش اي عمليه ارهابيه في تركيا. هات لي عمليه ارهابيه واحده حصلت في تركيا. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. نحن الحلقة كلها على بعض، ركبة على بعض، بحيث إن هي الرؤية واحدة، كل المواضيع اللي جاية بتأكد رؤية واحدة. هي إسلاموفوبيا أم إسلام راديكال؟ أنا قلت لكم إن في كل دول أوروبا دلوقتي بيتبنوا حتى في التلفزيون وفي العالم التلفزيون ده اسلام راديكالي. والحقيقه العالم كله دلوقتي واقف قدام الاسلام السياسي. بالعكس احنا كبنيين او لوننا مختلف عن لون الاوروبيين بندفع الثمن حتى لو كنا مش مسلمين. يعني احنا بندفع ثمن الارهاب الاسلامي، لما بيحصل اضطهاد احنا شكلنا زيكم مع بعض، يعني محدش احنا برضو بيننا جزء من الاضطهاد. او سلندر فورن، او سلندر بالاجنبي، يعني بالالماني، او معناها اجنبي، او فورن بالانجلش، بيتبصلنا بس انك انت احتمال انك تكون ارهابي كبير. طب ما يعرفش ان انا مسيحي مثلا، ماليش في القصة دي. لا فانت بتتاخد في السكة. فاحنا بندفع الثمن. يعني هقول ايه، الـ 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 الاحزاب اليمينيه ابتدت تفوز في الانتخابات. يعني لسه المانيا الاحزاب اليمينيه فازت في الانتخابات، وده مدلول ومش كويس جدا. ربنا يستر في النمسا. استطلاعات الراي بتقول ان الاحزاب اليمينيه ممكن هي اللي تفوز، وده هيأثر على الاجانب كتير. لسه مفيش، اول امبارح شاب عربي دخل في مدينه اسمها زولينجن المانيه، كانوا بيحتفلوا بذكرى تاسيس البلد دي، وذكرى تاسيس البلد دي 660 سنه. فبيعملوا احتفال، بيقعدوا، انا حضرت احتفالات زي كده كتير، بيبقى فيه هنا طرب جميل جدا ومفيش خلاعه ولا حاجه، وفي الجنب مشاوي وحاجات زي كده، والناس بتاكل مشاوي وتقعد وتسهر وكلام يحتفل هذا القدر. دخل عليهم واحد او مجموعه الله اعلم، بس واحد بسلاح ابيض نزل يقتل فيهم، ماتوا ثلاثه وفي مصابين 10، ممكن مرشح حد فيهم انهم يموت. يعني يقول لك عمليه ارهابيه في المانيا، قتلى وجرحى في هجوم بسلاح ابيض كبير في مدينه زولينجن الالمانيه. هذا المساء كانت المدينة تحتفل بذكرى تأسيسها وقد وصل ل 650 سنة. وفجأة وأثناء الاحتفال أهل المدينة بالاحتفال، وهو عبارة عن تناولهم الطعام في ساحة المدينة ومع الطعام شرابهم المفضل ومع موسيقى ورقص كعادة احتفال الألمان، فجأة هجم أحد الإرهابيين بسلاح أبيض يشبه السيف وقتل عدة أشخاص وأصاب آخرين وحالتهم خطيرة. نفس زي اللي حصل في 7 أكتوبر. طب انتوا عايزين العالم يدافع عن ما يحدث من ارهاب في فلسطين
او في اسرائيل وهو بيحصل مع نفس الحكايه. واحد دخل قتل ناس في حفله، انت بتدخل، انا نفسي افهم ايه البطوله، ايه البطوله؟ انت شايف نفسك خارق انك انت تاخد سكينه وتدخل تضرب ناس عزل؟ انت شايف نفسك يعني ما شفتكش هجمت مثلا على مركز بوليس في ناس مسلحه يعني. انا شايف ان ده قمه الانحطاط والجبن، قمه الانحطاط والجبن، ان تدخل على ناس في ملعب كوره زي ما كان هيحصل في النمسا من ما فيش من شهر، كان في عمليه ارهابيه هتنفذ في حفله لواحده اسمها تايلور جايه تغني وتلغى الحفله. ايه البطوله انك تدخل على ناس امنه تقتل فيهم او تفجر فيهم؟ اي دي اكتر انواع الخسه والندال. وعايز العالم ده وصاحبنا بتاع ال 21 كان طالع يناشد العالم الغربي، نشدهم بايه؟ نشدهم بايه وارهابيين على مستوى العالم؟ انت لا انت متغاظ من اللي بيحصل في فلسطين، طب راح تضرب في المسيحيين دلوقتي ليه؟ الصهيونيه المسيحيه اللي ما هو دي بقى النتيجه بتاعتكم انتوا بقى. ما يقدرش على يا اخي، طيب ما اشرف ليك انك انت كنت تروح تحارب مع اخواتك في غزه بدل ما تضرب في ناس ملهاش. هو انت لما تضرب في الالمان، طب ما يعني هو اليهود اساسا اضطهدوا من الالمان قبل كده، انت راح تضرب في الالمان ليه؟ شيء غريب جدا. الغريبه ان يعني ده بيحصل اثناء الانتخابات، يعني احنا في نهايه شهر 9 في انتخابات عندنا في النمسا. لما نشوف اللي حصل في المانيا تفتكر مين اللي هيفوز؟ الاجتماعي ولا اللي بيطبطب ولا اللي بيقول الله محبه؟ هيطلع لك اليمين اللي هيطلع عين اهل اللي جابوك وهيرحلك. وده ابتدى يتم على فكره، يعني في السويد ابتدى دلوقتي يحفزوا الناس انها تمشي، حتى المجنسين. يعني لو واحد واخد جنسيه بيقولوا لا سافر وهنديك كلام فاضي والله، هنديك 860 يورو وتذكره طيران وتروح بلدك. ده اتجاه غريب جدا. وانت بتعرض ايه 860 يورو؟ ده كلام فاضي. مين اللي هيسيب السويد عشان 860 يورو وعايش متنعم؟ لكن معناها ان هيتم التضييق بعد كده، احنا قلنا لك امشي، هيتم التضييق عليك في كل حاجه. وانس انه يلاقي عماله اجنبيه هيطيرك انت من العماله. ما انت مشروع ارهابي اساسا، انت جاي من منطقه عربيه مشروع ارهابي. السويد عملت احصائيه لقيت ان نسبه الجريمه اكتر نسبه جريمه موجوده في السويد في المناطق اللي بيسكنها عرب وافارقه. خلصت. هتيجي تقولي لا يمثل الاسلام، ده لا يمثل مش عارف ايه، ده عندها عند ام لطفي اللي بتنور وتطفي. العالم دي ما بتاكلش من الكلام دي، العالم دي براغماتيه بتحسبها، واحد زائد واحد يساوي اتنين، تطلع سامح موريس، تطلع البابا فلتكان، تطلع البابا سلطان، ما بياكلش معاهم الكلام ده، هم ليهم الواقع والارض وانت جيت على ارضهم. ابتدى يتم ترحيل، لسه في ناس اترحلت من بلجيكا، راحت تعمل لجوء في بلجيكا، رحلوهم على مصر. قوانين الهجرة ابتدت تتصعب. دلوقتي ابتدى خلاص اعلنت، يعني اوروبا معظمها اعلن عدم قبول مهاجرين او لاجئين، حتى لجوء لا، هو ما فيش هجرة لاوروبا، في لجوء، لا عدم قبول اللاجئين، يعني اي حد هيقدم على اللجوء مش هيتقبل. ده غير كده ابتدت السويد اللي هي كانت من اسهل الدول في نوال الجنسيه تصعب الحصول على الجنسيه. صعب جدا انك تحصل على جنسيه في السويد. لكن طب اللاجئ، يعني لما نقعد نفكر اللاجئ وتصرفاته، اللاجئ المسلم وتصرفاته. يعني في لاجئين كتير جدا في تركيا. في لاجئين كتير جدا في اوروبا. ويمكن اكتر في تركيا، لكن تبص بقى تلاقي اللاجئ في تركيا ما بيدولوش اقامه ولا بيدوله حق السفر لدوله تانية. يعني في اعلاميين معارضين اسلاميين موجودين على اليوتيوب عندك، الواحد فيهم مش قادر يتحرك من مكانه عشان مش معاه باسبور، وتركيا محيراه مدياله اقامه مؤقته بتتمدد لكن باسبور لا مصري ولا باسبور تركي، وهنا ما تتحركش ويا تشتغل يا ما تاكلش. لا ده اللاجئ المسلم بيروح الدوله الاجنبيه يا بيشتغل
يا بياخد مساعدات ماليه تكفيه للعيش بكرامه. لا، تعال بقى شوف رد فعل اللاجئ المسلم هنا وهنا. يعني هنا تركيا هانتك وما ادتكش اقامه وما ادتكش باسبور. خلي بالك الدول الاوروبيه بتديك باسبور دولتها حتى لو ما حصلتش على الجنسيه، بس تسافر بيه كل دول العالم الا بلدك. يعني انت لو انت مهاجر في المانيا هيدوك باسبور لاجئ، ممكن تسافر امريكا لو انت عايز، انجلترا، وانت اي دوله في العالم الا بلدك. لو جاي من اليمن ما تروحش اليمن، لو جاي من سوريا ما تروحش سوريا. لا، تركيا ما بتديكش اي باسبور، مش مسموح لك تسافر وتقعد كده. طيب رد فعل اللاجئ المسلم هنا وهنا، طبعا انا مش بعمم على كل اللاجئين، يعني في لاجئين محترمين عايشين كويسين ومعمرين وبالعكس وبيشكلوا، لكن انا بتكلم على اللي لا يمثلوا الاخرين، دول اللي بتقولوا عليهم لا يمثلوا الاخرين. وان كان في حاجات الحسنه تخص والسيئه بتعم، انا اسف جدا يعني. رد فعل اللاجئ في تركيا ورد فعل اللاجئ في اوروبا عامه. اللاجئ في اوروبا ياكل ويشرب وسكن وصحه وتعليم، بياخده مجاني كل ده، وبيعيش، واذا اشتغل بيوفروا له شغل وبيدوا له باسبور يسافر بكل دول العالم، وكرامته ياخد كرامته زياده، ما حدش بيدوس له على طرف. في نفس الوقت يقول لك الدوله كافره ويسيبه يلعن فيها ويطلع يعمل هجمات زي الهجمات الوسخه الخسيسه اللي عملها دي. طب تعالى في تركيا يقعد زي القرد ولا يفتح بقه. واتحدى معارض عايش في تركيا يقدر يطلع في فيديو يناقش السياسات اللي بتحصل في تركيا او يعترض عليها. لا، ده انت عندك معارضين في اوروبا لا بيشتموا الدوله الاوروبيه اللي هم عايشين فيها، وبيدخلوا معاهم خصومات ويدخلوا معاهم محاكم وما فيش تأثر. لا، انت كلاجئ مسلم في تركيا ودوله مسلمه ما بتقدرش تفتح بقك، ما بتقدرش تنتقد الحكومه، وبتقعد ما بتعملش اي عمليه ارهابيه في تركيا. هات لي عمليه ارهابيه واحده حصلت في تركيا ضد مصالح تركيا، لا يمكن. وده يدل لك على ان الشعوب دي او الاسلام الراديكالي ما بينشمش نفسه غير في البلاد اللي فيها حريه، لكن البلاد اللي فيها كرباج زي تركيا لا، بيرضخ وبيبقى قاعد زي القرد وبيحمد وبيشكر بحمد الدولة اللي هي تركيا اللي هو عايش فيها. ما ده هو ده، وده اسلام راديكالي وده اسلام راديكالي، لكن تصرفاته هنا ايه وتصرفاته هنا ايه؟ فرق رهيب جدا. وده يدلك على ان الشعوب دي شعوب كسرة ونسيدك، واللي بتديله على دماغه بتاخد منه خيره.